يا روحي يا أمي، ليش عملتي هيك بحالك؟ ما قدرت أتحمل خسارة أبي إلا لأنك جنبي. أنا لو خسرتك كيف بدي أتحمل؟ أنت اللي علمتيني كيف حبه لبابا، وعلى قد ما حكيتي لي عنه خليتيني حبه غصب عني، وقد ما كنتي تشتاقي له تعلمت منك وصرت اشتاق له. وبعدين انا عرفت اني بحب ابي وبستناه كمان وبشتاق له من قلبي. انتي علمتيني كيف اتحمل، كيف انتظر وكيف اصبر على غياب ابي، كل شي تعلمته منك. بس يا امي ما علمتيني كيف عيش من غيرك. انا كتير متعلق فيك، معقول اقدر اعيش من بعدك؟ شو عم تقري انت؟ اخ منك يا بنت خالتي، ليش هيك عملتي بحالك وفينا؟ بجوز انت ما بتعرف، بس انت اكتر واحد بوثق فيهم. احكي شي، انت منيحة امي؟ احكي بترجاكي. شو هاد المكان؟ يا روحي ما تخافي، الدكتور قال انك منيحة وما فيكي شي. أنا ما كانت فكرتي إنه نخطفك من أمك ونجيبك لعنا لهون. كيف حاسة؟ أحسن من الأول؟ بلال حياتي، يا روح أمك. أنتي روحي وعمري، مو قلتي بلال بكفي؟ هالكلمة عندي بتسوى الدنيا. مين جابني على المستشفى؟ أسعفناكي أنا وعمي وخالي. قلي لي ليش عملتي هيك بحالك؟ شو ما فكرتي فيني؟ ولساتو عمك بالمشفى؟ ليكو عند الباب، الخالي أمينة وستي وتسنيم وخالي كلهم هون. اركض قلو لعمك يجي لعندي. ماشي أمي، رح ناديلك يا عمي. ها؟ أمي بدي إياك جوا. بلال ناري فتحت عيونها طمني. إيه فتحتهم وحكتني. نشكر الله، الحمد لله. يهنيكم بسلامتها. شكرا. يهنيكم بسلامتها كلياتكم. الحمد لله يا رب. ليش هيك عملتي يا بنت خالتي؟ خوفتين عليكي، ليش ما وثقتي فيي؟ انا قلت لك انه رح حل كل شيء. انا كتبت مكتوب، كتبته قبل ما انتحر بشوي، لازم تلاقيه قبل ما حدا يقراه. نشكر الله انه ما حرق لنا قلبنا. يا تسنيم، ها انت شو عم تعني هونيك؟ تعيوا لي. ما حدا قرا او شافه؟ يعني فتون، فتون ما شافته ما هيك؟ روقي ولا تخافي يا بنت خالتي، ما تشغلي بالك، ما حدا شافه ولا قراه. انا دخلت على الغرفه بعد بلال فورا، لقيته بالارض قبل ما يدخل اخوك فراد وهديك المنزعه. انتي هلأ ما تشغلي بالك، صحتك هي المهمة. أنا قلت لك من قبل
ما قلت لك الأهل البيت إذا انحرمت من بلال ما بقبل عيش؟ عدنان ببوس إيدك ساعدني. حاول تحكي مع فرات، قل له إنه ما يقول شي لحد عن موضوع بلال. اقنعه بترجاك عدنان، اقنعه ما يقول. أنت ارتاحي ولا تشغلي بالك، لأنه فرات ما عاد يحكي شي بعد هلأ. اعتبري تمه انقفل من اليوم. أنت انتبهي لصحتك وارجعي لنا بسرعة، لأنه كلياتنا محتاجين لك وبدنا تطيبي. عدنان الله يوفقك، شكرا لك. لو ما أنك جنبي شو كنت بقدر أعمل؟ وأنت وقفتي كتير جنبي وما قصرتي.